نظمت كنيسة الروم الأرثوذكس في بيت ساحور مسيرة احتفالية بعيد رقاد وانتقال العذراء مريم بمشاركة عدد كبير من أبناء الرعية، حيث طافت المسيرة شوارع المدينة في ترانيم شجية لوالدة الإله من قبل جوقة الكنيسة. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. يحتفل المسيحيون بعيد رقاد وانتقال السيدة العذراء بالنفس والجسد إلى السماء بحسب التقويم الشرقي، حيث ابتدأ الاحتفال بصلاة في كنيسة الأباء الأجداد في وسط مدينة الرعاة تحت شعار البقاء في الوطن الغالي. فترأس الأب الإيقونيموس عيسى مصلح والكهنة الصلاة وبحضور الجوقة والمؤمنين. وبعد الصلاة قرعت أجراس الكنيسة لتبدأ المسيرة التقليدية السنوية من أمام الكنيسة، تتقدمها صور وأيقونات للسيدة العذراء وأيقونة حملت من قبل الأب مصلح لتطوف شوارع بيت ساحور بحضور اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس ورئيس البلدية ووكلاء الكنيسة والجوقة التي رتلت طيلة المسيرة ومجموعة كشافة النادي الأرثوذكسي العربي بيت ساحور الذين حملوا على الأكتاف نعشا رمزيا للسيدة العذراء وأطفال مدرسة الأحد والألاف من المؤمنين. كنيسة سيدة الرعاة للروم الملكيين الكاثوليك كانت المحطة الأولى لهذه المسيرة باستقبال من كاهن الرعية الأب سهيل فاخوري والأب ممدوح أبو سعدة وأبناء الرعية. وبعد صلاة وترحيب في داخل الكنيسة استكملت المسيرة لتصل إلى كنيسة العذراء فاطمة للاتين باستقبال من كاهن الرعية الأب عيسى حجازين وأبناء الرعية الذين رحبوا بالحضور. ومن ثم واصلت المسيرة في شوارع وأزقة مدينة الرعاة القديمة لتصل إلى محطتها الأخيرة بئر السيدة العذراء على وقع تراتيل وأغاني وزفة من قبل الكشافة وشباب البلد. وانتهت المسيرة السنوية بقراءة من الإنجيل المقدس وأخذ البركة الختامية. من حد ما تقاعدت عن الشغل وكل سنة بيجي بحضر عيد العذراء، إلي 15 سنة متقاعد بشتغلش وكل سنة بيجي بحضر الحفلة أنا وبحضر العيد ومنعيد وكل عام وسلمين. الاحتفال بهذا العيد في مدينة بيت ساحور يحمل معاني عديدة وكثيرة، منها توحيد الكنائس والثبات بالأرض المقدسة، وهو ما أكد عليه الأب مصلح في كلمته بأننا ولدنا وسنبقى معا على هذا التراب المقدس. في هذا اليوم الغار، هذا اليوم المبارك، نشكر وسائل الإعلام على ما قدموه ويقدمونه في تغطية الاحتفالات الدينية والوطنية والاجتماعية، وخاصة النورسات التي هي تعتبر منارة في الأردن ومنارة لمنطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع. ولنا الشرف الكبير أن نكون مراسلة النورسات معنا في مدينة بيت ساحور، تشاركنا هذه المسيرة العظيمة بمناسبة رقاد وانتقال العذراء مريم الدائمة البتولية. الأردن نكون له كل احترام ملكا وحكومة وشعبا، ونقول للأردن أنتم المدخل الوحيد لشعبنا الفلسطيني المعذب. عاش الأردن دائما، نصلي من أجل أن يبقى الأردن في أمن وأمان واستقرار في ظل جلالة الملك المعظم عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه ولي عهده الحسين بن عبد الله الثاني. وأريد أن أشكر من أعمق أعماق كل قلبي الأخت الغالية العزيزة باسمة التي هي تلعب دورا كبيرا في نشر المراسيم الدينية والوطنية والإنسانية في كل مكان. نتمنى لها موفور الصحة والعافية وطول العمر. للنورسات مارلين الحدوى من مدينة الرعاة بيت ساحور.